طيب تعالى بقى ان احنا كنا بنتكلم انا وانت في موضوع ميسي ورحيله وازاي ممكن ده يؤثر، فما نقدرش ان احنا برضو ما نتكلمش عن الخسائر الماليه الجسيمه اللي المفروض لبرشلونه هتكون بعد رحيل لميسي. خلينا نختم الفقره الاخباريه يعني بده. خليني اقول لحضراتكم كده، ده معلومات مجمعه من صحف مختلفه اسبانيه كانت بتتحدث عن الخسائر الماليه. بيقول لك بعد رحيل ميسي مفروض ان معظم العقود الكبرى اللي ابرمها النادي جاءت بسبب اصلا النجم الارجنتيني ده وما اضافه بعد كده. فعندك بقى هنا ايه اللي هيحصل؟ اولا القيمة السوقية للنادي متوقع ان هي ستنخفض بنحو 3.19 مليار يورو، كما ان هناك هتكون شكوى في استمرار عقود بعض الشركات الراعية مثل يعني مش عايز اقول اساميها فيش اعلانات، واللي هي بتدفع تقريبا نحو 950 مليون يورو بقالها لسنوات عديدة. كمان اعتاد كان نادي برشلونه ان هو يتلقى اموالا هائله من بيع صور ميسي طبعا، وان هو يتلقى 60 مليون يورو من الاعلانات التجاريه سنويا الخاصه بيه. فانت متخيل ده ولسه على صعيد بقى تذاكر المباريات، خد بقى دي كمان طبعا. سيتاثر برشلونه بشكل كبير جدا، وخصوصا انه بيجني نحو 175 مليون يورو من ايرادات التذاكر اللي بيقتنيها المشجعون من الدول الأجنبية خارج إسبانيا لعشاق ميسي. فده جزء الدراسة كبيرة أو يعني المعلومات كتيرة جدا، بس أنت بتتكلم مليارات. وهتلاقي كمان الدقيقة الإعلانية اللي في مباريات برشلونة بعد كده هتختلف تماما عن قبل كده. فالموضوع موضوع كبير جدا يعني. مع أن كان كل الكلام وده طبعا إلى حد ما من زاويتهم منطقي أنه يتقال، فكرة يعني أن عقد ميسي والليجا الإسبانية ما قدرتش توافق على ان هو يستمر مع الفريق نظرا لان الفريق نفسه عنده مشاكل ومش هينفع لو تعاقد مع ميسي او لو جدد تعاقده مش هيعرف يدفع لبقيه الناس اصلا. ما هو بقى على الصعيد الثاني عندك خسائر يعني ازاي؟ انا قصدي اقول كلامهم كان ماشي في سكه ان لو ميسي خلاص ما بقاش مضطرين للتعاقد معاه فده هيظبط لنا الدنيا وهنتنفس الصعداء، فاللي انت بتقوليه يثبت العكس الحقيقه. ده بيثبت كمان الرأي الآخر اللي كان ناس كتير بتتكلم بشأنه، اللي هو كان ممكن برشلونة يوصل برضو لديل نهائي مع ميسي، ولكن هم فضلوا ان هم يستغنوا عنه. ده كان برضو او دي كانت بعض العناوين اللي موجوده. فاحنا بنقول لحضراتكم كل اللي طرح على الساحه يعني، ولكن فين برضو النقطه او ايه القرار السليم من غيره؟ المهم ان احنا دلوقتي عندنا باريس سان جيرمان، هذا الفريق اللي هيكون يعني مش عارفه هو هيبقى فريق كره قدم ولا ايه بصراحه، يحمل كل اسماء النجوم الموجودين دول من كل انحاء العالم بما يحملوه من جماهير. انت متخيل بقى هنا لو هتتكلم على الصعيد الثاني باريس سان جيرمان والتذاكر بتاعته والمباريات وصور اللعيبه يعني والرعاه اللي هيجوا، فنقله اكيد ثانيه. ولكن نتمنى يكون على ارض بقى الملعب في انجازات بيقوم بيه او يعني بيتم من باريس سان جيرمان. زي ما احنا اتكلمنا هو لم يوفق في العديد من البطولات اخرها الدوري يعني، فان شاء الله نشوف لعب تاني او بطولات تانية. هنشوف ضرب نار في الدوري الفرنسي بعد كده حيبان، وهنشوف مباريات مفيش اقوى من كده في الدنيا.